جاي ناخد من وقتك جوج دقايق ونمشي. السلام عليكم، تحية الجمهور أشواقع. المهم أنا حاضرة هنا بصفتي إنسانة ملمة بالقفطان المغربي والتكشيطة المغربية، وجيت باش نداهم أصدقاء ديالي مشاركين هنايا، لو ستيليست اللي سميتو لمساتي هيثم وعبدو الموديل. هادو من أصدقاء مقربين وجيت باش ندعمهم ونشوف الحضور ديالهم واللبسات ديالهم مع ديك التلة ديال الستيليست اللي كاينين اليوم، وأنا متأكدة أنا غادي يكون داكشي زوين بحكم أنني كنموت على شي حاجة سميتها التكشيطة والقفطان المغربي اللي تبارك الله غادي في واحد التطور زوين وفرحانين به وكنفتخروا به. وأنا شوية بيتوتية، أنا بيتوتية شوية إلا إذا كان شي حاجة اللي فيها ناس مقربين ليا، ناس اللي غادي نضيف لهم وغادي يضيفوا ليا هذيك الحضور. دونك ما تعاتبونيش بزاف، بالعكس يعني ما كتكون شي حاجة اللي كنعرفها أن غادي كيف ما قلت تضيف ونضيفوا لبعضياتنا كنحضر. دونك هذه اليوم أنا فرحانة بهذا التواجد. لا أنا لابسة نيت، أنا كندير ديما الميلونج ما بين هذا نيت من عند هيثم لمساتي، هو راكم كتشوفوا الحزام وكيف كيتسميوه، هما عندهم اسماء مصطلحات ديالهم. عارفين اليوم شويه الحراره ياك، فدرنا واحد الميلونج ما بين البلدي والعصري، وكنلبس بزاف تقليدي، ماشي زعما هذه تهمه ماشي ديالي. لا الجديد كاين اعمال جديده غادي تسمعوها بصوتي، وكاين اعمال اللي غادي تسمعوها باصوات ناس اخرين من ضمنهم الفنانه المبدعه هند بن جباره اللي غادي تغني، غادي تخرج لمجال الغناء، اللي غنكتب لها ونلحنها ان شاء الله اغنيه سنتيمونتال. وكاين اعمال كثيره اللي غتشوفوني فيها، وقريبا غادي تكون واحد العمل في السينما ان شاء الله. زوين زوين زوين، لا مجال التمثيل كانت تجربه زوينه بالنسبه ليا، وكان الكاست كله الناس كله الطاقم التقني الفني الفنانين ديالو من الاول حتى الاخر كانت تجربه رائعه وكنت فرحانه بها، والحمد لله لقد صدى زوين مع الناس وغادي تكرر ان شاء الله. سكوب من الجديد. شنو غنقول؟ غادي نغني مقطع صغير من اغنيه ديال هند، انت فكره مع كاينه الموسيقى الصداع. جاي ناخد من وقتك جوج دقايق ونمشي. اولا كنقول تحيه لكل مغاربه، كل المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، وجمهور اشواقع اللي تبارك الله تنشوف انا من خلال لي كومونتير ومن خلال الناس المتتبعين، ناس راقيين وزوينين، وتنقول لهم عواشر مباركه ان شاء الله، العيد قريب، عواشر مباركه، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالهم ونتمنى نكون خفيفه على قلوبهم. شكرا لكم وشكرا للطاقم التقني والفني ديالكم. جاي ناخد من وقتك جوج دقايق ونمشي. اشترك الآن في قناة أشواقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواقع تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.